حديث خشوع النفاق لا يصح. الزرع على القبر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقط ورد أن النبي مر على قبرين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظركم ليس بكبير، ثم قال بل إنه كبير، يعني كبير عند الله، وإن لم يكن كبيرا في أنظاركم. ثم أتى بجريدة رطبة فشقها نصفين، وضع على هذا القبر شق وعلى الثاني شق، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولم يزرع القبر ولم يطرد فعله هذا ما أحد آخر، ولا فعل ذلك كبار الصحابة، إنما شيء روي عن بريدة بن الحصيب أنه أوصى أن توضع على قبره شيء أخضر أو